حياكم الله متابعينا في كل مكان، طاب مساءكم بالخير والمسرات. تحية طيبة مني أنا بندر الشهري من خلال حلقة جديدة لبرنامج عالم الصحافة. كل التحايا من الزملاء في فريق العمل. أرحب بكل أرائكم في هاشتاج البرنامج، يظهر أمامكم في أعلى الشاشة. أهلا بكل الأراء والملاحظات والاستفسارات، أيضا على حسابي الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. نرحب ونسعد بكل مشاركاتكم لحلقتنا لهذا اليوم. مجموعة من الأخبار والعناوين وفقرات متعددة من خلال ساعة كاملة ومساحة نخصصها للأخضر، ودائما نكرر الشعار الموحد في كل مكان: معاك يا الأخضر، احنا معاك قلبا وقالبا حتى نصل إلى روسيا غدا بمشيئة الله. خطوة كبيرة نحو المونديال أمام منتخب تايلاند، 24 ساعة تفصلنا عن مواجهة مهمة أمام المنتخب التايلندي، 3 نقاط ثمينة تقربنا أكثر وأكثر نحو المونديال الروسي 2018. كل التوفيق للأخضر، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار والعناوين المتعددة، وأيضا حديث موسع عن الأزمة والقضية الاتحادية التي يتداولها كل الأوساط الرياضية في كل مكان. أرحب بضيفينا لهذا اليوم: الدكتور نايف الروقي، رئيس تحرير صحيفة المدرج الإلكتروني، وأيضا الخبير والناقد الرياضي. حياك الله أبو سامي. أهلا وسهلا، مساء الخير لك أبو نواف، مساء الخير للزميل متعب، مساء الخير للمشاهدين ومشاهدات. من أبها أرحب بالزميل العزيز متعب التركي الإعلامي الرياضي. حياك الله متعب. الله يحييك أبو نواف، مساء الخير عليك وعلى الزميل نايف. في الحقيقة بداية أشكر القناة الرياضية على إتاحة الفرصة، أشكر برنامجكم عالم الصحافة على تقديم الفرصة للشباب ومزج الفكر الرياضي التطويري التنويري للقادم المستقبل الرياضة السعودية بين أصحاب الخبرة والوجوه الشابة. احنا نحاول دائما نسوي خليط ما بين الأسماء الكبيرة والأسماء المخضرمة، وأيضا نعطي فرصة ومساحة للشباب. يعني إحنا بالعكس نعتز ونفتخر بتواجد أسماء كثيرة. يعني إحنا والله متعب، أنا ما أتكلم عنك أنت، أنا يعني ولا حتى يمكن شهادتي مجروحة في برنامج عالم الصحافة أو بقية برامج القنوات الرياضية السعودية أو القناة الرياضية إجمالا اللي قدمت وصدرت أسماء للساحة الرياضية، لكن إحنا نحزن لما يعني الاسم لما يصل إلى مراحل متطورة كبيرة يتنكر للقناة اللي قدمته ل الساحة الرياضية. يعني أنا صراحة والله أحيانا أستغرب، يعني أستغرب، يعني هل هي قلة وفاء، هل هو جحود، هل هو ما لها، ما أدري إيش تفسيرها. يعني أحيانا تتعجب والله، تستغرب. هي كاملة اللي ذكرتها أنت، لأن لا يمكن أحد في العرف البشري في أخلاقيات أيضا المهنة لا يمكن تتنكر لمن قدمك للساحة وللجمهور. فاللي قدمتهم القناة الرياضية أعداد كبيرة جدا متواجدين الآن في القنوات، أخذتهم مدربين مؤهلين جاهزين، فمثل ما قلت أنت موجود فيهم الجحود النكران أي شيء تقول له. إحنا نعتز بكل الأسماء اللي تتواجد معنا سواء في فترة ماضية أو حاليا أو لاحقا، ونتشرف يعني دائما بالتواجد في من خلال آرائهم وأيضا ما يطرحونه معنا وما يثري ويفيد كل متابعي القنوات الرياضية السعودية. ونعتز أيضا بتواجد هذه الأسماء سواء في القنوات الأخرى أو في برامج أخرى اللي كانت بدايتها من القنوات الرياضية السعودية، وغير مستغرب على القناة الرياضية السعودية اللي قدمت أسماء كثيرة تخدم الإعلام الرياضي أو حتى الرياضة السعودية. نبدأ رحلتنا الصحفية، فقرتنا الأولى، الصفحة الأولى. نبدأ مع صحيفة الرياضية، الحديث عن الأزمة الاتحادية وأنباء عن انفراجها، 3 شرفيين يقدمون 100 مليون ريال لإنقاذ الاتحاد. أيضا في النادي الحديث عن القضية الاتحادية و ردت فعل الإدارة الاتحادية بعد اجتماع المهندس حاتم باعش المساء الأمس مع رجل الرياضة الأول الأمير عبد الله بن مساعد. قال عبد الله بن مساعد بعد اجتماعه بإدارة باعش: لا أستغرب هبوط الاتحاد أو إفلاسه.
أيضا يتواصل تفاعل الصحف الرياضية مع حديث الرجل الأول في الرياضة السعودية الأمير عبد الله بن مساعد أمس للزملاء الإعلاميين ووسائل الإعلام، وكنا قد عرضنا حديثه كاملا كأول برنامج رياضي يعرض حديث الأمير عبد الله بن مساعد مساء الأمس. قال بأن هناك أربعة يتحملون ما يحدث في الاتحاد: أولا الهيئة العامة للرياضة، ثانيا اتحاد القدم، ثالثا الجمعيات العمومية، ورابعا الإدارات السابقة. من المانشيتات إلى العناوين نبدأ ونستهل رحلتنا الصحفية مع صحيفة المدينة. تطمينات رئيس الهيئة العامة للرياضة لكل الاتحاديين: الاتحاد قادر على الخروج من الأزمة. من العنوان إلى التفاصيل: فرجت أزمة نادي الاتحاد بحلول مثمرة خلال اجتماع الأمير عبد الله بن مساعد بإدارة العميد، أبرزها تقديم قرض شرفي يغطي الديون الخارجية. وقد أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه متفائل بخروج الفريق من الأزمة الحالية التي يمر بها. في المقابل قال باعشن: أغلقنا القضايا النافذة ولن نعود للماضي. أبو سامي خليني أبدأ معك، أسمع تعليقك على حديث الأمير أمس عبد الله مساعد لي واجتماعه بالإدارة الاتحادية بالمهندس حاتم باعشن والتطمينات اللي قدمها لكل الاتحاديين. والله حديث يعني حديث مطمئن جدا لأنصار وعشاق نادي الاتحاد. الاجتماع تم بعد استشعار خطر كبير جدا قريب جدا من نادي الاتحاد، خاصة في ظل بعد خصم النقاط والآن على حديث حول حرمانه من التسجيل لفترتين. نعم. الاجتماع هو مطمئن الاجتماع، لكن أتمنى أن يكون الاجتماع هذا مفعل وبشكل صحيح، أن يكون فعلا أغلاق بعض القضايا وأن ما في خطر على الاتحاد خلال المرحلة القادمة، لأن الحديث السابقة جميع ما تم تداوله في الفترات من إدارة الإبراهيم البلوي ثم ما بعده هنا تم أغلقنا نسبة كبيرة من القضايا حتى أنها وصلت يقولون 80%، لكن فيما بعد اتضح لنا أن الأمر لم يحل والقضايا كثيرة جدا. أيضا ممكن أنا أذهب مع الناس اللي يرون أن الوضع مطمئن أو أن الحلول قادمة، بما أن الأمير عبد الله بن مساعد بحكم مكانته ومسؤوليته الكبيرة في هيئة الرياضة تدخل في هذا الموضوع، فأكيد بيكون هناك حلول، لكن هي حلول ستكون على مستقبل الاتحاد، مستقبل الاتحاد في مشاريع الاستثمارية، العقود القادمة، الحقوق الرعاية والنقل إلى آخره. لذلك الأهم الآن هو أغلاق القضايا، لكن وضع الاتحاد ما زلت أنا أرى أن رغم التطمينات وضع خطير جدا. من يتحمل المسؤولية بشكل مباشر؟ يعني احنا امس تابعنا حديث الأمير عبد الله بن مساعد، يعني حمل مسؤولية عدة جهات بما فيها الهيئة العامة للرياضة، اتحاد القدم على اعتبار اتحاد القدم سمح بتسجيل الكثير من اللاعبين والاتحاد عليه ديون كبيرة، ايضا حمل الجمعيات العمومية لا تحاسب الادارات الاتحادية السابقة، بالإضافة إلى الجزء الأكبر من المسؤولية قال تتحملها إدارات السابقة. هو حديث الأمير عبد الله بن مساعد كان شمل جميع المتعلق بالمنظومة الرياضية بشكل كامل، لكن أنا أحملها لأنظمة الرياضة لدينا. أنظمة الرياضة لدينا رئيس النادي يحضر يوقع عقود كبيرة جدا، هناك جمعيات البعض منها مفعل والبعض منها غير مفعل، والبعض الآخر حتى لو كان مفعل دوره صوري أو هامشي. لذلك أنا أحمل أنظمة الرياضة لدينا أو أنظمة الأندية لدينا، أنا أحمل هذه الجزئية، يحضر رئيس نادي ثم يجري كمية من العقود ثم يأخذ كم كبير من العضواء، ثم في حالة إخفاق الفريق أو تعرض الفريق لنكسة معينة قدم استقالته، طفى جواله، ركب سيارته مشى لبيته بدون أي محاسبية، بدون أي رصد أو
متابعة لما تم صحيح. خلال فترة رئاسة ناديه لدرجة أن أصبح القضايا الآن متراكمة من 3 إلى 4 إدارات. ثم أضيف إلى ذلك أيضا الجهات المسؤولة في الرياضة، اتحاد القدم وبالتحديد لجنة الاحتراف، أيضا الهيئة ومتابعتها لرؤساء الأندية بحكم أن رؤساء الأندية أيضا الأندية بشكل عام تتبع لهم. هذه واصلة جدا. الاتحاد يسجل من سنوات لاعبين محترفين ولاعبين محليين والديون موجودة، كيف سمح له بهذه الطريقة؟ يتحمل أيضا هذه الجزئية. أنا أرى من المفترض أن الهيئة رغم أن التدخل الهيئة ما يعتبر بشكل مباشر، لكن مفترض أن يكون هناك حتى لو بأثر رجعي محاسبة إدارات الأندية التي خرجت في الإعلام أنها أغلقت الكثير من القضايا. في الأسابيع الماضية اكتشفنا أن لا يغلق قضايا ولا شيء، الموجود كل قضايا مؤجلة ومجدولة أتى الدور عليها الآن. ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد السعودي كرة القدم ظهر الأسبوع الماضي من خلال تصريح في وسائل الإعلام وحمل مسؤولية الإدارة السابقة، يعني قال الإدارة الحالية لا تتحمل أي مسؤولية في هذا الموضوع في القضية الأخيرة قضية اللاعب الأسترالي. في المقابل أمير عبد الله مساعد كان له تصريح أيضا قال إن ما نقدر نحاسب الإدارات السابقة إلا إذا كان هناك ما يثبت شبهة فساد، فما نقدر يقول ما نقدر نحاسبها إلا إذا كان هناك ما يثبت. إذن هذه هي أنظمة اللي أنا أذكرها لك الآن، أنظمة الرياضة لدينا، المؤسسة الرياضية الآن. أيوة الآن يقال بأن رئيس النادي متطوع، حقيقة ليس متطوع. أنا وأنت الآن بروحنا ندخلنا في مجال معين بندفع مبلغ وقدر حتى نعلن أو نسوق لأنفسنا، صح لا؟ لذلك مسألة متطوع لابد هذه نلغيها من قاموس رياضتنا. رئيس النادي يأتي بملف متكامل يكون لديه جدول واضح بإيرادات النادي وبمصاريف النادي. فإذا كان إيرادات النادي ومداخيل النادي 150 مليون فهو من حقك أن تصرف 300 مليون، تحاسب على هذا الهدر الموجود أو أنك تحمل النادي ديون لا يستطيع النادي في المستقبل الإيفاء بها. لذلك الجزء المسؤولية الكبرى على رئاسة النادي ثم على الجمعيات العمومية، وين دورها؟ أنا فيه استلام وتسريم من إدارة إلى إدارة، وين دورها في عملية متابعة ما يحدث الفريق؟ مثلا البرازيلي سوزا من إدارة محمد فايز وعادل جمجوم، نعم. شوف استمرت إلى إدارة الآن حاتم بعشن، صحيح. مرت بك 3 إدارات. فمثل هذه المشاكل مفترض الآن بإمكان الهيئة متابعة كثير من القضايا. مثلا احنا نعرف دائما ان النادي مديون، بس لكن ما يتضح لنا كمتابعين وكإعلام مداخيل النادي هذا كم. لماذا الهيئة لا تتابع هذا الشيء؟ 100 مليون، اذا من صرف 200 مليون فهذا يستحق متابعة ويستحق المساءلة، نعم. سواء كان رئيس النادي او من سمح له الجمعية العمومية الى اخره. لذلك الوضع، انا اقول لك ان الوضع وضع رياضتنا، التركيبة لرياضتنا فيها خلل كبير جدا وبالتحديد في رؤساء الأندية. طيب في ذات الإطار عنوان آخر من صحيفة الرياض يتحدث أيضا عن المشكلة الاتحادية. تعليق قرار حرمان الاتحاد من التعاقدات. في التفاصيل، كشفت مصادر خاصة للرياض أن نادي الاتحاد سيكون قادرا على تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ ينتظر أن ينجح المهندس حاتم باعشن ونائب رئيس الاتحاد السعودي كرة القدم ياسر المسحل اللذين يزوران زيورخ في تعليق العقوبة الصادرة بحقه من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية لاعب الوسط الأسترالي جيمس ترويسي بحرمانه من تسجيل اللاعبين لفترتين متتاليتين. قالت المصادر باعشن والمسحل اللذان يزوران الفيفا للتفاوض عن نادي الاتحاد في العقوبة المقيدة ضده سيطلبان تعليق القرار باعتبار أن المرافعات حول القضية لدى محكمة التحكيم الرياضية الكاس ستتطلب وقتا يتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر لصدور الحكم فيها، وهو ما يجعل موافقة على تعليق العقوبة واردة وبقوة بحسب تطمينات من الاتحاد الدولي، وبالتالي سيكون بمقدور نادي الاتحاد تسجيل اللاعبين في الصيف المقبل في حال نجح بتجاوز الاشتراطات الخاصة بعملية التسجيل لدى الاحتراف السعودي.
زميلنا متعب التركي، أسمع رأيك حول ما يحدث في المشهد الاتحادي والأزمة المالية. متعب تسمعني؟ متعب أسمعك أبو نواف، تفضل. بالنسبة لقضية الاتحاد، قضية الاتحاد أولا لو أخذنا في بادئ الأمر أن الإدارة علم وفن، ما يواجه الاتحاد اليوم هو أزمة. ما يفعله عبد الله بن مساعد اليوم هو في المفهوم الياباني، في إطار المفهوم الياباني، عمل اجتماعات دورية تسمى بحلقات الجودة. البداية في تشخيص المشكلة، ثم تشكيل الفريق، ثم الذهاب إلى الحل. نعم. ما يفعله اليوم عبد الله مساعد عظيم جدا، إلقاءه في بعض تلميحاته في تصريحاته باللوم على الإدارات السابقة والجمعيات العمومية واتحاد القدم هو منطقي جدا، لأن الاحتراف أخوي بندر لدينا ليس بمضمونه المفهوم الصحيح. الاحتراف يأتي وفق عمل أفراد يمرون على الأندية، يتخذون قرارات فردية، ثم يرحلون، يتركون وراءهم مخلفات، تأتي الإدارة تأتي الإدارة بعد ذلك، الإدارة التالية، ثم تصلح أخطاء الإدارة السابقة. العمل في الأندية لدينا يحتاج إلى أن يتحول إلى عمل مؤسساتي. هذا العمل سيكفل بخلق بيئة رياضية متطورة، سيمحي كل المشاكل الحاصلة الآن. الاتحاد اليوم علينا أن نتعامل مع القضية على أنها على أن الأمر يخص أندية دوري جميل أو أندية دورينا أو نعم. أندية دوري المملكة العربية السعودية. الأمر لا يختص بالاتحاد فقط، الاتحاد سيأتي بعده فريق آخر، فريقين، ثلاثة إلى أربعة. لذلك بعض التطمينات اليوم هي أعتقد أنه يجب أن نتجاوزها. الوعي أصبح موجود، الجميع يفهم، الجميع يعلم. نحتاج إلى عمل حقيقي. أعتقد أن تشخيص المشكلة هذا أمر تجاوزه الاتحاديين. الخطوة التالية هي تشكيل فريق، تشكيل فريق معني بأمر الاتحاد. الخطوة الثالثة التخطيط وعمل اجتماعات دورية، وهذا ما يفعله عبد الله بن مساعد اليوم. لذلك يشكر عليه، يشكر على فعله اليوم. نعم. ويجب أن يكون الشكر في الختام، في ختام ماذا ستقدم. طيب. الاتحاد كيان كبير، لا يجب أن يواجه أزماته لوحده. وبالمناسبة يعني القضية الاتحادية الآن أنا يعني في تصوري بأنها أصبحت قضية رأي عام، يعني تهمنا جميعا كمحبين لرياضة وطن، وأيضا كمتطلعين لمستقبل أفضل، مستقبل مشرق للرياضة السعودية. ما يحدث في الاتحاد حاليا أعتقد لا يعطينا أي مؤشرات إيجابية حقيقة، إلا إذا كان هناك تكاتف من جميع الاتحاديين، وهذا اللي ما لمسناه إن شاء الله من خلال الأحاديث الأخيرة اللي صدرت، أيضا العنوان اللي استعرضناه في صحيفة الرياضية من خلال الدعم أو التكتل الشرفي. أنا بسألك، خليني أسألك متعب عن المسؤول بشكل مباشر، من ممكن يعني نحمله في أي اتجاه؟ هل الإدارات السابقة؟ هل هي الجمعية العمومية مثل ما تفضل الأستاذ الدكتور نايف الروقي قبل شوي أن الجمعيات العمومية غير مفعلة؟ هل الاتحاديين لا يقفون مع إداراتهم ويتنصلون من الدعم منها؟ يعني هل من هو المسؤول بشكل مباشر عما يحدث في الاتحاد؟ جميل، جميل جدا. هناك أمرين أخوي بندر برأيي الشخصي، مسؤولية من ويتحمل من. نحن الآن عرفنا من يتحمل، أو خلينا نقول قاربنا وجهات النظر في أن في كون الإدارات السابقة، الجمعية العمومية، واتحاد القدم السابق، هذه العناصر الثلاثة هي شريكة في تحمل المسؤولية، لا خلاف على ذلك. لكن اليوم هل الحديث عن الأسباب سيبعث الحلول، سيوفر المتطلبات لإيجاد الحل؟ اليوم أعتقد بوجهة نظري أن الحل في ذلك هو اجتماعات دورية ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، إدارة الاتحاد الحالية، وإدارات الاتحاد السابقة. اليوم المسألة اتحاد، المسألة كيان. نعم. المسألة ليست من السبب. آنفا أو سابقا أو لاحقا سيتم محاسبة المتسبب في ذلك، لكن اليوم يجب أن نبحث عن الحلول.
انتهى وقت الاتهامات والتراشق الإعلامي بين الإدارات الاتحادية. جميل جميل. صوت العقل في الاتحاد أخوي بندر يجب أن يظهر، يجب أن يكون الجميع ملتف حول الاتحاد. التفاف حول الاتحاد هو بالالتفاف حول المهندس حاتم بعشن. اليوم حاتم بعشن في بداية الأزمة تكلم كأنه يحاول تبرئة إدارة الحالية. المسألة لا يمكن اجتثاثها بهذا الشكل. المسألة اتحاد كيان لابد أن يقف الجميع حوله. جميل. طيب. ليس والوقوف أخوي بندر مع الإدارة الحالية بتشكيل فريق، تشكيل فريق معني بمراقبة من الهيئة العامة للرياضة، أعتقد أن هذا الأمر سيكفل بحل المشاكل الكثيرة في الاتحاد. طيب دكتور نايف، يعني نقطة مهمة، التفاف الاتحاديين الفترة الأخيرة حول الرئيس الحالي، ما شعرت بهذا الشيء؟ ما في التفاف؟ ما شفت أنا بالنسبة لي، يعني محترم أنا أتكلم لا مو أعضاء الشرف، مع احترامي الكامل الجماهير الاتحادية، حتى الجماهير ما لمست أن هناك تكاتف خلف الإدارة الاتحادية بالرغم من المشاكل الكثيرة التي تعرض لها الاتحاد. يعتبر الاتحاد جماهيره رقم واحد في، أنا أعتبرهم هم أعضاء الشرف، هم الداعمين، هم الواقفين، ولولاهم بعد الله تعالى ممكن الاتحاد يتعرض لهزات عميقة وكثيرة جدا. نعم. لكن أعضاء شرف الاتحاد الحقيقة بعد فتيحي رحمة الله عليه وبعد عبد المحسن آل الشيخ أشوف على فترات متقطعة الفريق أسعد، وفترات أيضا متقطعة كانت بين فترة وفترة أنمار الحائلي، وأيضا مؤخرا عبد الله شرف الدين، غيره ما شفت أعضاء الشرف الكم الكبير اللي يتكلمون عنه، خاصة مجموعة المستقبل ترى دهوت الاتحاد على ما يبدو لي في موضوع سوزا. صحيح. كان هي اللي كانت معنية فيه. أيوة. إحنا مجموعة شباب وأقل من 50 عمرنا وبنعمل لمستقبل الاتحاد، ومن الكلام اللي كان منمق جدا لكن في الحقيقة ما كان له أثر. يعني بيوتات الاتحاد وعضاء شرف الاتحاد اللي تسمون بعضوية شرف الاتحاد، أنا أقول لك لا يقلون مثلا عن 100 عضو شرف، لو كل واحد جاب مليون ريال أصبحت 100 مليون وانحلت مشاكل الاتحاد بالكامل. لكن في تعليق بس لي على موضوع الخبر اللي موجود في صحيفة الرياض. تفضل. تعليق قرار حرمان الاتحاد، الفيفا ترى في قراراتها ما فيها مزح، ما مجاملة في موضوع. أنا سمعت مثل هذه الأخبار في عملية في قضية الثلاث نقاط، يعني قصدك ما في فزعات، اي ما فيها مثل بنأجلكم شوي تعالوا، هم ربعنا يعرفون لنا ونعرف لهم، لا الأمر قرار الآن نافذ، الاتحاد الآن وضع خطر وكم نادي آخر وضعه في خطر. فمسألة الموضوع تميع الموضوع بهذه الطريقة ليس في صالح الاتحاد وليس في صالح الرياضة السعودية. بس وجود شخص مثل الأستاذ ياسر المسحل في هذا الموضوع واهتمامه بالقضية الاتحادية ما يعطيك انطباع يعني جيد، على اعتبار ان الرجل يعني متمكن، يعني ادواته وفاهم، يعني وحتى يعني خبير في الاتحادات الدوليه. الان قرارات تصدر مثل هذه القرارات خلاص يعني اتخذت تم النظر فيها، فعمليه ايقافها او تحييدها انا ارى من الصعوبه، في خاصه في انظمه الفيفا. لكن المحزن جدا اخوي بندر، تخيل ان انت رئيس الهيئه ومسؤول الرابطه والى اخره، بدلا من التخطيط الرياضي السعوديه اصبح الهم الان الكبير وشلون ما يهبط نادي وشلون ما يتم معاقبه نادي اخر، فهذا اندل دلاله كبيره جدا انه يعطي لماذا انديتنا وكرتنا تاخرت خلال 10 سنوات الماضيه وتاخرت في 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 البطولات، تاخرت في التاهل لكاس العالم، تحقيق الانجازات على مستوى الانديه. هذا يثبت لل100 مليون ان الخلل في رياضتنا اداري بحت. ان الادارات هذه المتخلفه اللي مسكت الانديه هي السبب الكبير في الخلل الموجود في رياضتنا. تخيل الان رئيس معين من الجهات العليا في الدوله للتخطيط والتنظيم ومتطلبات الشباب الرياضي، الآن نصف جهوده وقته لحلول مشاكل إدارات فاشلة حضرت ورطت النادي في مبالغ ومشت. نعم. فهذا شيء محزن، وهذا أيضا أعتبرها كورقة عمل أو كتغذية راجعة لما تم خلال السنوات الماضية. نعم. افترض أن يكون في أجندة الهيئة من ضمن هذه الأشياء التي تتم معالجتها خلال الفترة القادمة. نعم. طيب على الهاشتاج عدد من التعليقات، صانعة قرار تقول أن الإدارة الحالية لديها تركة من الديون لم تسلم رواتب 6 شهور ولا مستحقات باعتراف اللاعبين، لذلك لم يعقدوا جمعية عمومية. أبو عبد الله حجيلي، من 8 سنوات وجماهير الاتحاد تسمع أن أزمة الاتحاد ستنتهي مرة من الرئيس العام رعاية الشباب ومرة من اتحاد القدم، كل كلام. عبد مناع، على الاتحاديين تحمل وحل مشاكلهم وتدخل الهيئة لحل مشكلتهم غلط، سيجعل فرق أخرى تتمادى وتقول الهيئة
تدخلوا وحلوا مشكلتي. زيدان أحمد يقول أحييك يا بندر، ألا توجد أخبار جديدة لهذا اليوم؟ أخباركم بايتة، أشبعت طرحا من أمس. والله أنا أقول أن هذا اللي قاعد يصير يعني في الوسط الرياضي، يعني القضية الاتحادية، الأحداث المتتالية في الفترة الأخيرة بالنسبة للاتحاد، وأيضا الأخضر المنتخب السعودي. ما أعتقد أن يعني كل الصحف، كل البرامج، حتى تويتر، حتى غير الاتحاديين صاروا مهتمين في القضية الاتحادية، لأنه يمس أحد أركان الكرة السعودية. يعني إحنا ما نتكلم عن نادي صغير ولا نادي غير مؤثر، الاتحاد مؤثر ومؤثر جدا في المشهد الرياضي. حيدر يقول أن ماجد قروب وهو أحد المقربين من البيت الاتحادي أكد مع الزميل بدر الفرهود في مقابلة تلفزيونية اللي هو برنامج استئناف أن مؤتمر البلوي تخدير للجمهور لا أكثر. سعد البدر يقول بندر الشهري مستضيف الروقي كي يسقط على النصر. والله أنا ما أدري كيف يعني يسقط على النصر، يعني إحنا أول شيء ما جبنا موضوع، ما جبنا النصر، بعدين ترى نايف نصراوي يعني ما كيف. أيضا هل المنتخب نصيب من الحلقة؟ شقردي، ولا يهمك يا شقردي، عنواننا الجاي إن شاء الله بناخذه عن المنتخب ونخصص مساحة الحديث عن الأخضر السعودي. لكن قبل ذلك عندنا عنوانين نستعرضها بشكل سريع. نبدأ مع صحيفة مكة. إلزام شرفي الأندية بشيكات المصدقة، حالة تكفل بضم لاعب. ومن صحيفة مكة إلى صحيفة المدينة، رئيس هيئة الرياضة يوضح تخصيص 5 أندية قريبا وأصحاب الديون خارج حساباتنا. نتحول إلى الأخضر السعودي، عنوان في صحيفة الرياض، الأخضر يكثف تحضيراته لتايلند وعودة المسيليم والفرج. كشف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس برنامجه التدريبي من خلال الحصة التدريبية المسائية على الملعب الوطني في بانكوك ضمن برنامج الإعدادي. أو كثف منتخبنا الوطني أمس برنامجه التدريبي من خلال الحصة التدريبية على الملعب الوطني في بانكوك ضمن برنامج الإعدادي استعدادا لمواجهة منتخب تايلند في الجولة 6 من التصفية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 غدا الخميس، حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء. بعدها أولى المدرب وقتا للتمرين المتقن ليشرع بعدها المدير الفني فان مارفيك بتقسيم لاعبي المنتخب لمجموعتين وأجرى مناورة تكتيكية على كامل الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات متنوعة نحو المرمى على صعيد متصل، شارك اللاعب ياسر مسليم وأيضا سلمان الفرج في الحصة التدريبية. أبو سامي، 3 نقاط مهمة في مشوار الأخضر غدا. أنا أعتبرها أهم مباراة الآن، كأن التصفيات بدأت مرة ثانية. أهم مباراة للمنتخب السعودي مباراة تايلند، والسبب أولا تايلند منتخب صعب جدا على أرضه. المنتخب السعودي الآن يفتقد العنصر أو عنصرين من العناصر الأساسية، نعم. والشيء الثالث المنافسين المباشرين للمنتخب السعودي منتخب الإمارات واليابان وأستراليا، سيخوضون مباريات أقوى من مباراة منتخبنا مثل اليابان والإمارات واستراليا مع المنتخب العراقي اظن توقع في ملعب في ايران. فلذلك ستكون فرصه المنتخب في حال تحقيق الثلاث نقاط ستكون سيفرق عن اقرب منافسيه، ممكن سينفرد اذا لم يكن ب3 الى 4 نقاط. اذا سلمنا بين مباراه اليابان
الإمارات إذا كانت نتيجتها تعادل أو انتصار أحدين فما بعدت أحد المنتخبات. نعم. لأن الأمانة منتخبنا الآن متصدر نعم، لكن من يقرأ المشهد بشكل جيد يرى بأن حظوظ منتخبنا دائما تكون في حالة لا سمح الله الإخفاق أو التعادل في هذه المباراة، حظوظ منتخبنا دائما على البطاقة الثالثة. فالمنتخب الياباني والمنتخب الأسترالي منتخبات قوية جدا ومؤهلة جدا تخطف البطاقتين، لكن الخشية من منتخب الإمارات، فمنتخب الآن صعد من الخلف وفارق بسيط بينه وبين منتخبنا نقطة واحدة. صحيح. وله أفضلية مباراة بيلعبها في أرضه مع منتخبنا، فالأمر الآن أصبح خطير جدا، ولازم لاعب المنتخب السعودي قبلهم مدرب المنتخب السعودي أنا أعتبره مكاسب الكرة السعودية في خلال العقد الأخير هذا أو مارفك. نعم. أنا أرى أنها مباراة مهمة جدا جدا جدا، والكسب فيها سيعطي المنتخب دفعة قوية للمباراة القادمة. مباراة مش سهلة كما يتوقع البعض. هي مباراة صعبة وأنا يعني أتوقعها تعادل. صعبة لا إن شاء الله بفوز. أنا أتوقعها تعادل إصابة. البعض ينسى أن منتخب تايلاند تعادل أمام منتخب أستراليا، أحد المرشحين بل هو المرشح الأول لتصدر المجموعة. هو قدم مستوى في مباراته معنا في الرياض مش في تايلاند فقط. نعم. لذلك المباراة تكون هناك صعبة، حتى أن الأرضية هناك أيضا بيكون فيها صعوبة على لاعبينا. نعم. طيب. لكن إن شاء الله بيوفقهم. ماذا قال السيد مارفك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المباراة بشكل سريع؟ قال أن تواجدنا في تايلاند مبكرا منذ 6 أيام يدل على استعدادنا القوي لهذه المواجهة التي تعد واحدة من أهم المباريات في تاريخ المنتخب السعودي، لذلك نحن على أتم استعداد لهذه المواجهة من جميع الجوانب. قال نحن على علم بالغيابات التي سيتعرض لها المنتخب منذ فترة، ولذلك عملنا على تجهيز البديل المناسب، فلدينا من اللاعبين الذين سيحلون محلهم وهم على قدر المسؤولية. أيضا قال أن المباراة ستكون قوية، لذلك عملنا على تحليل المنتخب التايلندي وتجهيز المنتخب من جميع الجوانب، فيجب علينا عدم التقليل والاستهانة بالمنتخب التايلندي الذي سجل تعادلا أمام منتخب استراليا، لذلك هو منتخب قوي. قال أيضا في المؤتمر الصحفي بدون أي ضغط لن تستطيع أن تنافس وتلعب بالمستوى الذي يؤهلك للعب في كأس العالم، ويجب أن يحسن اللاعب التعامل مع الضغوط، وأنا تحدثت مع اللاعبين بهذا الشأن وهم يعون مدى أهمية هذه المواجهة وهم قادرين على التعامل مع هذه المرحلة. متعب متفائل غدا بمشيئة الله أمام تايلند؟ والله يا بندر الظروف لابد أن تأخذ ليس بهذا الشكل، ليس تفاؤل أو تشاؤم. التاريخ ينحاز للأخضر السعودي في تايلند، لكن المنتخبات تطورت، المنتخبات تقدمت، ملعب راجا منقالا مؤثر جدا وعامل رئيسي للمنتخب التايلندي. المنتخب أخضرنا السعودي متقدم متصدر المجموعة، ولكن مارفك أعتقد من وجهة نظري بأن مارفك يمتلك خامات قادرة جدا على تقديم الأداء الجيد والمأمول وتقديم والوصول إلى مستوى الطموح. أعتقد أن 10 نقاط التي وصل إليها الأخضر هي مجهودات فردية. مارفك ابتعاده عن الدورينا وترك المهمة إعازها للمساعدين أعتقد أنها أمر غير احترافي إذا ما كنا صريحين مع أنفسنا. نعم. يجب في مباراة الغد يجب أن طالما أننا استسلمنا بكل أسف لابتعاد مارفك وترك المهمة لمساعديه، فأعتقد أن وجود طارق كيال مهم جدا للاقتراب بشكل أكبر من اللاعبين. غدا أعتقد أنها مباراة صعبة جدا جدا، هي أصعب، هي حلقة أو خليني أسميها نقطة التحول في الذهاب إلى روسيا. نعم. مباراة تايلند صعبة جدا، أعتقد أنها هي امتداد لمباراة العراق القادمة في يوم الثلاثاء بإذن الله. لكن أخوي بندر دعني إذا سمحت لي أعرج على نقطة ذكرها الدكتور نايف. نعم. قبل قليل حول الإدارات الفاشلة. الإدارات الفاشلة لماذا أصبحت فاشلة؟ لأننا نفهم الاحتراف على أنه ضخ مال فقط، من يمتلك المال أهلا بك، كرسي الرئاسة يرحب بك، تعال وقرر ونفذ وافعل ما. نعم. طيب يبدو أن هناك مشكلة في الربط من أبها. مجموعة من لي بعلق على موضوع المارفك. الكثيرين يرون أنها ما أخذ عليه أنه مو موجود، لكن مارفك أنا أرى مكسب للكرة السعودية، أثبت في خلال لقاءات
دائما الشوط الثاني شوط المدربين، جميع المباريات اللي حقق المنتخب فيها نتائج ايجابيه هي شوط المدربين. مباراتنا مع العراق الشوط الثاني، مباراتنا مع الامارات الشوط الثاني، ايضا مباراتنا والعوده في مباراه استراليا كانت في الشوط الثاني. فلذلك انا ارى انه مكسب كبير للمنتخب السعودي وللكره السعوديه. طيب على الهاشتاج كمال جر الله الشيبي يقول تتوحد الالوان تنصهر بالوان الاخضر او باللون الاخضر، ثق تماما ان المنتخب خلفه جماهير عاشقه لعلم الوطن والامال معقود ومتوكل على الله ان شاء الله يتاهل. اخضر بالفعل قلبا وقالبا مع كل صقورنا الخضر. بادي يقول الحل لديون الانديه مبادره من الدوله بمبلغ مالي، يكون هناك دعم صندوق كسلفه طويله المدى ترعاه شركه متخصصه بالاداره الماليه. الساهر يقول هل الشباب نادي سعودي وهل لديه قضايا في الفيفا؟ طيب ليش ما يدعم كالاتحاد والنصر من الهيئه؟ يعني اعتقد ان كل الانديه لديها ازمه، لكن الان اللي ظاهر الان على السطح الاتحاد والشباب خطورة ثم النصر، لكن صحيح لكن الان الاتحاد على المحك. يعني الاتحاد الله يستر من اللي جاي، اذا ما صار هناك تكاتف وصار هناك دعم قوي وقفه صادقه وجاده مع الاتحاد، ولا هو يبدو لي شبابي، ممكن تتكرر او صحيح تحدث كارثه في الرياضه السعوديه. لكن الشباب الان ديون الشباب قليله جدا ترى، مش كثيره، واضف عليها ذلك ان الان في طريقها للحل الكثير من مشاكل. وصلهم يبدو لي دعم يقارب 20 مليون او 25، فالشباب وضعه ممكن الان عنده ديون صح، لكن لا تصل ما وصل لها نادي الاتحاد. جراح القيادي ايضا يقول بحول الله منتخبنا سيفوز برباعيه وتالق كبير للمهاجمين. عبد الله حبيطات بكل وضوح وبكل حياديه ومنطقيه، الخساره للاسف تدفع الاتحاد لتخطيط لمونديال قطر، انسكب الاشياء باسم مسميات بدون تخدير، يعني ما ادري تغريده غير واضحه. طيب عندنا عنوان جديد نستعرض العنوان من صحيفه المدينه. الفريدي يظهر في النصر والنصراويين للجبرين، هلا بك. في التفاصيل، وضع أحمد الفريدي نجم الفريق النصراوي حدا للتقارير التي تحدثت عن انتقاله إلى الدوري الصيني، وانضم لتدريبات فريقه أمس حيث اكتفى بالتمارين اللياقية والجري حول الملعب، في الوقت الذي تواجد الحارس عبد الله العنزي بالعيادة الطبية وحضر جانبا من الميران. ايضا جاء في صحيفة الرياضية اليوم من خلال المانشيتات في الصفحة الاولى ان الامير مشعل بن سعود رئيس هيئة اعضاء الشرف احتوى الازمة التي طرأت بين الأحمد الفريدي والنصر بعد انقطاعه عن التدريبات طوال الأيام الماضية، وذلك خلال اجتماع احتضنه منزل أمير مشعل عصر أمس. وجه خلاله رئيس هيئة أعضاء الشرف عتابا للفريدي لتغيبه عن التدريبات، ورافضا أن تكون مطالباته المالية مبررا لمثل هذا التصرف في جلسة اتسمت بمصارحة عالية. دكتور نايف أسمع تعليقك. والله شوف، للأسف إدارة النصر هي من وضعت نفسها في هذا الموقف الضعيف ضد لاعب الفريق وبالتحديد الفريدي. الفريدي يغيب وقت ما يبي، يروح يخلص تجارته ويرجع مرة ثانية للنصر، وكأن نادي النصر ليس له حقوق على أحمد الفريدي وليس له جماهير تحترق وليس له محبين يتابعونه. نعم، بمجرد أن حقوقي تأخرت. أولا أنا كنت ضد ما حدث للفريدي في نهائي كأس الملك الموسم الماضي أمام الأهلي، رغم ان الطرد يعني مستحق، ما تلا الطرد من عاطفه ومن ناس استغلوا عاطفه الجمهور النصراوي جيشوه. اليوم الثاني شفت الجمهور النصراوي امام محلات احمد الفريدي، بدلا من ما يتم معاقبه احمد الفريدي على ما عمله في نادي النصر تم مكافاته بطريقه اخرى. احيانا العاطفه عامل سلبي، لاعب طرد في النهائي فحق الفريق وين؟
حق الشعار ترتديه، المبالغ تدفع فيك، فالهدف في ربع الثاني يحصل في المباراة. هو انتقم لنفسه لكنه سأل شعار نادي النصر. اليوم يغيب أحمد الفريدي ويعود أحمد الفريدي على مزاجه، السبب حقوقي، حقوقك في جهات طالب فيها، لكن أن تصل مرحلة لك تروح وتصور كاستفزاز لجماهير نادي كبير وتخلص أمورك هناك وترجع للتدريبات مرة ثانية، ما أنت بحاسب لاحد حساب، هنا المشكلة. هنا أنا ما أحملها أحمد الفريدي، أحمد الفريدي اللي قلبه مفتوح له، وعلى أحمد الفريدي يعي أنه يلعب في نادي أساطير خط الوسط في الكرة السعودية والنجوم التاريخيين في قارة آسيا في هالمركز هذا اللي هو يلعب فيه. نعم. عايز أتذكر خالد التركي، فهد العريفي، يوسف خميس، المجموعة الكبيرة. لا يفكر أحمد الفريدي نفسه مثلا أنه أكبر من نادي النصر مجرد بقية 3 مليون 2 مليون، في طرق أخرى خذ منها. أنا أرجع أقول ما ألوم أحمد الفريدي بقدر ما ألوم إدارة النصر اللي كان موقفها ضعيف أمام مثل هؤلاء اللاعبين. أرجع لك أبو سامي بس عشان معنا مكالمة دولية، زميلنا عبد الرحمن العابسي مراسل القنوات الرياضية السعودية من بعثة المنتخب السعودي هناك في العاصمة التايلندية بانكوك. عبد الرحمن مساء الخير حياك الله. مساء النور زميلي بندر، مساء عليك مساء الكرام على المشاهدين. عبد الرحمن أولا الحمد لله على سلامتكم، وياليت توصف لنا الأجواء هناك في بعثة الأخضر وكيف الجاهزية لمباراة الغد. صحيح، أولا زميلي بندر دعنا نتحدث عن بداية اليوم ما قبل الأخير لمباراة المنتخب السعودي مع منتخب تايلاند اليوم، والتمرين الأخير منتخب السعودي. بداية اجتمع الأستاذ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي اللاعبين في حديث معهم خلال وجبة الغداء. بعد ذلك ربما كان هناك مأدبة غداء أقام رئيس الاتحاد الأستاذ عادل عزت بحضور الإعلاميين فقط والحديث معهم، وكان حديث شيق مع الأستاذ عادل عزت بعيدا ربما عن الإعلام. كان حديث ربما بأن الإعلام والمنتخب السعودي وأيضا كرة القدم ربما وجهان لعملة واحدة، وأنه يعي كثيرا ما يقدمه الإعلام لمشوار المنتخب السعودي لوصول نهائيات كأس العالم. أيضا من خلالها قدم بعض الهدايا الرمزية للإعلاميين، وهو ربما حديث ودي وأخوي مع الأستاذ عادل عزت. بعد ذلك توجه مع بعثة المنتخب السعودي إلى ملعب التدريب، وهو ملعب الذي سوف تقام عليه مباراة الغد بإذن الله. نعم. وملعب راجا مانجالا. الحديث بأن اللاعبين وصلوا الآن إلى الملعب ونحن أيضا برفقتهم، ولكن ربما وصلوا في وقت مبكر تلافيا للزحمات، ولكن قوبلت بعدم دخول الملعب للاعبين، ولذلك لأن هناك تقام بروفات لمباراة الغد بإذن الله. نعم، ما في أي إصابات في المنتخب عبد الرحمن؟ لا ولله الحمد، فقط الإصابات الوحيدة اللي كانت مع سلمان الفرج وياسر الحسيني، ولكن عادوا التمارين الأمس من بداية حتى النهاية ولله الحمد، لا يوجد أي غياب منتخب السعودي. الحديث هنا زميلي بندر بأنه الاعتماد الكبير في تشكيلة منتخب السعودي خصوصا في غياب الكابتن أسامة هوساوي، وأيضا حسن معاذ قد يكون هناك مشاركة ياسر الشهراني في الطرف الأيمن، هذه ربما الأهداف الأولية، ومنصور حربي في الطرف الأيسر الأقرب للمشاركة بجانب عمر هوساوي بالتقرير وبالحديث الكبير واعتماد المدرب ماربك، بينما سوف يكون هناك معتز هوساوي بجانب عمر هوساوي خط الدفاع. نعم، يتحدثون عن الصحف التايلندية أنها سعيدة بغياب الكابتن فهد مولد، أنها كانت تخشاه كمهاجم خطير. صحيح، هذا الحديث اللي جمعتني في أول أيام وصولنا هنا باستقبال المنتخب السعودي. كان الإعلام التايلندي فرح كثير بعدم وجود فهد المولد، وحديث معنا بأنه كان الإصابة، ذكروا بأنهم يتفاعلوا كثيرا بعدم تواجد هذا اللاعب، خصوصا كما ذكرت في مداخلة سابقة من البرامج، لأن فهد المولد الهدف الذي حرزه منتخب الإمارات يحظى باهتمام كبير من قبل تايلانديين جمهور. نعم. وإعلام وزادة فرحا في غيابه، إن شاء الله له السلامة، ولكن بإذن الله هنا رجال يقدمون ما يقدمه فهد المولد. إجمالا هناك تفاؤل كبير في داخل البعثة عبد الرحمن؟ بالتأكيد زميلي بندر، أيضا حديثنا مع اللاعبين حديث ودي عن خروجهم من مقر البعثة والتوجه إلى الباص الذي طلب إلى ملعب التدريب، يعني الجماهير تواجد، الإعلام يأخذوا ربما أيضا لقاءات السيلفي، أيضا حديث الجمهور مع اللاعبين هناك تفاؤل كبير، أيضا حديث عادل عزت بأن هذه المباراة تمثل منعطف أهم في مسيرة منتخب السعودي، وهذا أيضا ما ذكره المدرب منتخب السعودي بن ماضي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم تمام الساعة 12 بتوقيت بانكوك، بأن هذه ربما أهم مباراة للمنتخب السعودي من خلال السنوات الماضية، ويؤكد كذلك بأن هذه المباراة تجاوزها منتخب السعودي
السعودي فهو كذلك ايضا سوف يصب جامع التركيز على مباراه العراق والتي من خلالها عزل اللاعبين تماما عن مباراه العراق وعدم التفكير بها. نعم. نتمنى كل التوفيق للاخضر السعودي في مواجهه الغد. شكرا لك عبد الرحمن العابسي موفد القنوات الرياضيه السعوديه الى تايلند. ارجع لك ابو سامي الحديث عن ما يدور في النصر وقضيه الفريدي مع الاداره النصراويه. والله شايف احمد الفريدي رجعوا فيه يعني مناسب صوتين ان احمد الفريدي رجع. نعم مهم لاعب جيد كورقه رابحه احمد الفريدي لا ننكر هذا الشيء، لكن لا يصل الامر لك انك تضرب عاطفة وأهمية ومشاعر جماهير ناديك عرض الحائط، تضرب بأنظمة الاحتراف عرض الحائط، تروح تمشى وتنهي تجارتك وترجع مرة ثانية. أيضا أرجع أقول أنا ما ألوم أحمد الفريدي بقدر ما ألوم الإدارة اللي أتاحت الفرصة لأحمد الفريدي أن يتلعب الفريق كيف ما أراد. وش تبيها ممكن يعني وش تبيها تسوي معه؟ عقبات رادعة لهذا. طب هذا اللي حاصل، هذا اللي صرح فيه رئيس النادي. مش أول انقطاع لأحمد الفريدي. قال احنا عندنا لائحة بنطبقها عليه. هذا الكلام أكثر من كذا وش يسوي يعني؟ هذا الكلام لو قيل واحد شخص آخر صح، لكن من يصح أحمد الفريدي ما بأول انقطاع لأحمد الفريدي، ما بأول مرة يسكر جواله يمشي. أحمد الفريدي تكررت هذا الشيء من. طيب وش الحل؟ أنت في رأيك وش الحل؟ أنا اللي أراه إدارة النصر محبة وعاشقة لإدارة للنصر ولفريق النصر تعمل وفيه أخطاء، لكن أتمنى أن لا يرى أي لاعب لا الفريد ولا حسين ولا غالب ولا أي واحد أن لا يرى نفسه فوق نادي النصر. البعض يتوقع أنه يلعب في نادي النصر المتفضل يلعب في نادي النصر، وهذا غير حقيقة، لا أحمد الفريدي ولا غير أحمد الفريدي. الإدارة إدارة النادي وأيضا إدارة الكرة في النادي لما تكون قوية تشوف فريق هناك منضبط، اللي يحصل الآن غير انضباطي. لاعب يطلع المشكلة وين؟ خرجت صور لأحمد الفريدي بعض نسي ينتقل الدور الصيني، أنا ما أتوقع الدور الصيني بيأخذون لاعب من الدور السعودي. بل أجزم لك لو دفعنا مبالغ وقلنا للدور الصيني خذوا لاعب من عندنا ما راح ياخذونه. يعني بالمنطق وبالعقل. ما عندنا اللاعب اللي يستحق أن الدور الصيني يفاوضه. يعني يفاوض لاعبين عالميين يجيبهم على أساس يطور كرة القدم عنده، أتوقع أنه بياخذون لاعب من عندنا واحتياط في ناديه. طيب عطني حل. الشاهد الآن في الموضوع إدارة النصر. عطني حل، أنت كرئيس نادي النصر مثلاً. وصار عندك تكررت مثل او حركه الفريدي وغاب عن التمرين وانقطع عن وغاب انت عندك لائحه، وش ممكن تسوي؟ انت شوف اللائحه هذه بامكان يقول انا طبقت اللائحه، لكن لما يتكرر اكثر من واحد اللائحه ما طبقت او ان اللائحه ما حد اهتم فيها. الشيء اللي يلوي ذراع اداره النصر هو تاخر المستحقات والعقود. لا يقولون لي في النادي هذا وفك اكثر من نادي متاخر. انا اكلمك عن نادي النصر الان. نادي النصر ترى من الانديه اللي طوال تاريخه عرف بالانضباط، حتى انه ضحى بنجوم كبار طوال تاريخه، في لاعبين كبار معروفين على مستوى قاره اسيا تم التضحيه فيهم للحفاظ على انضباط النادي. الاداره ما هي قادره توفر عقودهم وايضا ما هي قادره تضبط اللاعبين. اللي واضح لي الان اللاعب والله ما جاني حقوق اليوم سحبت، بكره عبد الله عنزي يسحب، بعد التمرين اكثر من اربعه او ثلاثه لاعبين بعد الاجازه اللي منحها لهم غايبين، قبل بعد مباراه بطوله الكاس ثلاثه واربعه غايبين، ما باحتراف هذا، طبعا هو مبرر اللاعبين حقوقهم متاخره، جيب حقوقنا بعدين تكلموا، هو نظام كذا، بعدين حاسبونا. لذلك احمد الفريدي او غير احمد الفريدي لازم تكون يد اداره النصر قويه في محاسبه مثل هؤلاء اللاعبين، يعني محافظه على حقوق النادي مهما كان. يجب ان يكون نظام النادي فوق الجميع، ما في لاعب فوق النادي. اذا كان اللاعبين يشعرون بان هناك لاعبين فوق النظام فتحمل اداره النصر. انا للامانه اقول لك ان اداره النصر تساهم الان، اداره النصر بنت خلال المرحله الماضيه مع اعضاء الشرف، بنت شيء كبير للنصر، لكن الواضح الان في هدم. باقي مباراه الهلال تقريبا ثمان مباريات او ثمان ايام عفوا. نعم. مباراه مهمه وهي المحصله الوحيده للنصر لو حقق البطوله. بيكون ختم موسم ختام جيد في ايش؟ في انه بيلعب مباراه بيشارك اسيويا، بيلعب مباراه السوبر، بيكون ختام جيد لهذا الجمهور يعني في ظل كوكبه هاللاعبين، لكن الواضح لي ما يوحي انه يوحي ان موسم النصر انتهى، حاله التسيب اللي عند اللاعبين، ما يحدث في وضع النصر ومطالبات الماليه، وهذا والله شيء محزن يحدث في نادي النصر بعد بناء الفريق هذا الكبير المليء بالنجوم. استعدادهم يعني للمباراة القادمة ترى بأنه غير كافي؟ إذا نجم الفريق الآن اللي هو أنا أعتبره الآن أحمد الفرنك ورقة اللي بإمكانها تساعد النصر في حسم أي منجز، إذا هو ساحب عليهم وطالع دبي وشوي طالع راجع للرياض ما سمي استعداد. طيب ما سمي، خاصة بعد خسارة الكأس هناك بعض الجماهير خلاص أحبطوا، بعض اللاعبين كانوا مجدين أحبطوا،
حتى محبين النادي يعني صار لهم إحباط، خسارة بطولة كانت من تناول يد من فريق يعاني من مشاكل كبيرة ولا يمتلك الكم الكبير تمتلك أنت، وكان هو الأوفر حظاً، فكانت صدمة لهم. الآن أي حدث بيجي قادم بيزيد الأمر سوء، ما راح الأمر ممكن يصل استقالة إدارة نادي النصر. الوضع ليس سهل. نصر نادي يمتلك قاعدة كبيرة من الجماهير، يمتلك متابعين ومحبين، فعملية الأخذ والعطاء بهذه السهولة وهذه الطريقة لا، يعني مرفوضة جدا في نادي النصر. طيب على الهاشتاج في عبد الله السياري يقول أتوقع الأخذ يسجل أهداف ولا يستطيع الحفاظ عليها، والنتيجة توقعها تعادل إيجابي والله أعلم. أيضا أبو خلاد يقول تنتقي تغريدات المشاركين حسب الميول. لا أبدا، أنا أقرأ بعض التغريدات، صحيح أنها بعضها يعني مفيدة لكن على حسب يعني أهمية التغريدة وعلى حسب توافقها مع موضوعاتنا. طبعا يبلغوني الزملاء أن هناك مشكلة فنية مع ضيفنا أو بالربط من خلال أقمار مع زميلنا متعب التركي، نعتذر لعدم العودة له مجددا، إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. كل الاعتذار للزميل متعب التركي اللي تواجد معنا في بداية الحلقة، لكن هناك مشكلة فنية حالت دون تواصلنا معه. عنواننا القادم من صحيفة الرياض. اتحاد الكرة يفكر بزيادة الأطقم الأجنبية الموسم المقبل. علمت الرياض أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بلغ الغضب لدى رئيسه والكثير من الأعضاء خلال الفترة القريبة الماضية درجة عالية بسبب الأخطاء المؤثرة للتحكيم في المباريات التي وصلت إلى مستوى شوهت الدوري، خصوصا في مباريات الاتفاق والرائد والباطن والوحدة والفيصلي والنصر في الجولة 20، وأيضا تجاهل الثلاثي عبد الرحمن السلطان وخالد الطريس وتركي الخضير احتساب جزائيات واضحة اتفق عليه الجميع الخبراء، وبعض الأندية تقدم بشكوى رسمية خصوصا ضد الطريس. وقالت المصادر هناك من الأعضاء من وصف ما حدث بتجاوز المعقول وأنه يعبر عن مرحلة سيئة وصل إليها التحكيم السعودي، خصوصا أن من ارتكبوا الأخطاء تصنفهم اللجنة السابقة على أنهم ضمن الحكام النخبة، وهو ما يستدعي اللجوء لحلول جذرية عاجلة على أمل إيقاف التدهور المستمر وتكاثر الأخطاء، وربما يتم رفع عدد الحكام الأجانب في الموسم المقبل ليتجاوز أكثر من 8 مباريات في حال استمر الوضع على ما هو عليه. نايف تتفق مع هذا التوجه؟ والله شوف أنا بالنسبة للحكام، حكامنا في خلال الفترة الأخيرة هو وضعهم أصلا مزري، يعني كيف الحال مستواهم قراراتهم قوة الشخصية داخل الملعب، حتى أنت تلاحظ هذا الشيء، فالإعلام زادها زيادة، يعني مش حالك واحد تشوفه وأنت تزيد عليه زيادة فمش تنتظر يعني بيموت. الوضع التحكيم لدينا الآن يعني إحنا من زمان هو الحلقة الأضعف، ولا يجدون حماية ولا يجدون دعم ولا يجدون حتى دعم مادي ولا دعم معنوي. نعم. يعني هم عرضة للشتم، عرضة للسب، عرضة تحمل المسؤولية. حتى الآن الأندية أي نادي ما عنده أمل أن يحقق بطولة عطل يرميها على الحكام. أنا الآن شايف عملية تدوير 2014 لما النصر حصل على بطولة الدوري هناك من نسب للحكام. الهلال الآن ينافس وقريب جدا للبطولة الدوري هناك من أخرج نغمة التحكيم والتحكيم المعني. فأنا هي نغمة للفاشلين، الفريق المميز من بدايات الجولات يبرز لك هذا الفريق وتوجهه ومدى حصوله على البطولة من خلال تنظيمه وعمل إدارته وأداء داخل الملعب. لا راح حكم يوقفك عن بطولة الدوري لأن البطولة طويلة جدا وممتدة ل 26 جولة. نعم. حتى لو حصل خطأ أو خطأين، لذلك أنا إذا فكر الاتحاد السعودي القادم خلاص يغلقون شيء اسمه لجنة حكام وخلاص، يعني هم يبغون دعم، يبغون مساندة، يبغون فرصة متاحة، يبغون شيء، لكن للأسف اللي واضح جدا أشوف أنه حتى اتحاد القدم مع الإعلام مع مسؤول الأندية مع الجماهير وين يلاقونهم؟ نعم. أتوقع خلاص يعني فيه ضغط كبير عليهم بينهيهم. ما راح يبرز عندنا أي حكم بهذه الطريقة. نعم، تضييق الدعم عليهم، تضييق أيضا المساحة اللي أعطاهم الفرصة.
هذا احد المعاضل والمشاكل. حتى حكام الاجانب اللي جو بعضهم او اغلبهم يمكن حتى كان يمكن ارتكب اخطاء كبيره، لكن الحكم الاجنبي دائما لا. هو شوف موضوع الحكم المحلي فيهم ناس قدموا مباريات جيده. نعم. موضوع الحكم المحلي هو تم الاستفراد فيهم لانه اليوم ما بالفريق الفلاني بندر ياخذ الدوري، فانا اشتغل على نغمه التحكيم حتى لو ما كان في شيء اصلا. انا اشتغل عليها لاهداف، سواء اجد انا احملها او شيء في مخطط له او تلقائيا. نعم. لذلك هم الان بين مطرقه الاعلام وسندان الانديه. نعم. انا اقول الله يكون في عونهم صراحه، يحتاجون لدعم سواء من اتحاد القدم ومن الهيئه. طيب اخر العناوين قبل ما نختم حلقتنا من صحيفه الرياضيه. الإطاحة بمزوري شعارات الأربعة الكبار. داهمت وزارة التجارة والاستثمار بمساندة شرطة منطقة الرياض والجهات الأمنية المشتركة مصنعا يقوم بتعبئة عطور غير مرخصة تحمل شعارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. وأيضا أوضح لصحيفة الرياضية يعقوب مطير المحامي والمستشار القانوني أن اكتشاف الجهات المختصة لهذه المخالفة يضع المخالفين تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية التابعة له. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. على الهاشتاج بشكل سريع الزعيم يقول نايف الروقي اعلامي نصراوي متزن وعاقل، كل التحية له. ابو عبد الله جيل يقول ضيفك يحطم في لاعبين النصر من اجل الهلال، توكلت على الله. يقول استاذ نايف رايه جميل، مفروض عقاب الفريدي حسب فعله، وهذا واضح انه لاعب يتمرد كثيرا خلال مشواره مع النصر ولا بد من وضع حد لذلك. نايف الروقي كلامه متشائم. علي محمد متشائم ابو سامي؟ ما ادري وين اتشائم، المشكله الان احيانا لما تنطلع الصوره الواقعيه يقول متشائم. خلاص بقول لكم احسن لاعب في العالم صرت، صار هو يعني المنطقيه جيدا، والعاطفه احيانا ما تحضر تكون سلبيه. نعم. احد المغردين ارسل لي على حسابي الشخصي في سواح يقول الاحظك هاليومين ماخذ موقف من الاعلاميين الهلاليين، شكل الجو فيه غيم. لا ابدا، بالعكس اعتز بكل الهلاليين وكل الاسماء الهلالية والإعلام الهلالي، لكن هي تساؤل طرح علي فترة ماضية ووضحت من خلال برنامج عالم الصحافة بأن الأسماء الهلالية الإعلام الهلالي لا يتجاوب كثيرا مع الزملاء في فريق العمل، لذلك تواجدهم قليل، وإن تواجده يرفض أن يصرح بهلاليته أو أن هلاليته غير معلنة، بينما الأسماء النصروية أو غيرها تتواجد بشكل مكثف لأن تجاوبهم أكبر من التجاوب الإعلامي الهلالي. فقط هي نقطة أردت توضيحها من خلال هذا البرنامج. وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا لك دكتور نايف الروقي. شكرا لك. يعطيك العافية رئيس التحرير صحيفة المدرج. شكرا لك أبو سامي. شكرا لكل من شاهدنا. نعتذر لزميلنا متعب التركي اللي تواجد معنا في بداية الحلقة، ولكن مشكلة فنية حالت دون التواصل معها في بقية الحلقة. غدا إن شاء الله موعد جديد، تقبل كل التحية من فريق العمل. إلى اللقاء.